بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، كل واحد منا يمكن أن يتعرض لنوع من الخداع أو يخشى أن يخدعه أحد. الحقيقة الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في مثل هذا الموقف. طبعا نحن نعتقد أن القرآن العظيم لم يترك شيئا إلا وأنبأ عنه، يعني كل حدث يمكن أن يمر بك لابد أن تجد له أثرا في القرآن. القرآن كتاب يعلمنا كيف نتصرف في المواقف الصعبة. مثال: إنسان يريد أن يخدعك، يريد أن يضحك عليك، يريد أن يفعل بك سوءا، ماذا تفعل أنت؟ عندما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون الله حسبه، أن يكون الله حسبه أي أن الله يكفيه، أي أن يتوكل على الله، ماذا قال له؟ قال سبحانه وتعالى، طبعا سنأخذ مقطعا من آية ونتأمل هذا المقطع. هذا المقطع عدوا معي أيها الأحبة: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. 7 كلمات، 7 كلمات تلخص لك أيها المؤمن علاجا لهموم ومشاكل قد تتعرض لها كل يوم. كل واحد منا يمكن أن يتعرض لعمليات خداع في بيته، من جاره، من قريبه، في العمل، بشكل متنوع. وإن يريد أن يخدعوك لم يقل له يا محمد صلى الله عليه وسلم مثلا افعل كذا وكذا، اعمل مخططات، اعمل مكائد، لا، فإن حسبك الله. نحن الآن أيها الأحبة ينبغي علينا أن نطبق هذه الآية، أن نطبق هذه الآية تماما كما علمنا الله أو كما علم الله نبيه، لأن الخطاب في القرآن ليس للنبي فقط بل لنا نحن المؤمنين. الله يعلمنا ماذا نفعل في المواقف الصعبة. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذا هذه الآية أيها الأحبة عندما أطبقها أشعر باطمئنان في القلب. لماذا؟ لأن هموم الدنيا كثيرة اليوم، مشاكل الدنيا كثيرة، ولكن عندما تجعل توكلك على الله سبحانه وتعالى وتعتقد أن الله هو من سيحل لك هذه المشكلة، تعتقد أن الله عز وجل حسبك أي يكفيك، لا داعي لأن تلجأ لأي شيء آخر. كل المخلوقات عباد ضعفاء مثلك، الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو عنده الحل. لذلك ينبغي علينا أيها الأحباء أن نتعلم من هذه الآية أن نلجأ إلى الله، نفوض الأمر إلى الله، نسلم الأمر إلى الله، ونعتقد يقينا أن توكلنا على الله يكفي، وأن الله يكفي أن يحل لنا مشاكلنا. لذلك رجاء أحبتي في الله احفظوا هذا المقطع، 7 كلمات، احفظوه جيدا، وكلما يعني فكرت بأي نوع من أنواع الخداع أو المكر أو السوء أو الشر فقط تذكر هذا المقطع: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وبالتالي هذا سيعطي اطمئنانا لك، وهذه المعلومة ستدخل إلى عقلك الباطن وتريحك نفسيا، تزيل عنك القلق، تزيل الاكتئاب، تزيل الخوف. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه، وأن يقينا كل شر هو أعلم به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.